نعم. في فقرتنا لليوم رح نتطرق لموضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا علاقة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني محتوى عالمي ضخم نتابعه يوميا على مواقع التواصل وسهولة كبيرة في الوصول إليه تبدأ بكبسة زر. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم جعل من الأطفال الضحية الأسهل للوقوع في المتاعب والمخاطر للأسف. صحيح ساندي، هي قصص كثيرة سمعناها يمكن عن الأطفال الذين يتضررون من هذه المنصات، منصات التواصل عبر السنوات. حالات تعرضت للاحتيال الإلكتروني، وحالات أيضا تعرضت للتنمر الرقمي، وأخرى دفعتها تحديات إلى المخاطر. صحيح محمد، وكمحاولة للتصدي لهذه الحالات وبعد العديد من المطالبات القانونية لهم، قامت بعض شركات التكنولوجيا العملاقة بالعمل على أنظمة وخوارزميات تساهم في حماية الأطفال والحد من تعرضهم لمحتوى البالغين أو ربما تعرضهم للاحتيال أو غيرها من التحديات ربما التي قد تكون خطرة. نعم. محمد، ولكن السؤال هنا أكيد، هل تكفي هذه الأنظمة وحدها؟ وما الذي يجب على الآباء والأمهات القيام به أيضا لحماية أطفالهم ومتابعة أنشطتهم على الإنترنت؟ كل هذه الأسئلة وأكثر أيضا نجيب عليها اليوم في فقرة وجهة نظر مع ضيفنا في الاستديو الخبير التقني السيد أحمد الزرعوني. بداية صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك ويانا. يمكن احنا يمكن دخلنا لهذا الموضوع وأكيد هناك الكثير من المخاطر اللي ممكن تطال الأطفال يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تكلمنا عن بعض هذه المخاطر شو هي ممكن؟ طبعا اليوم التواصل الاجتماعي أمر حتمي، هذا شيء يعني اليوم داش في كل البيوت، واليوم الواحد حتى عنده يمكن عشرات الحسابات. نعم. يمكن يكون أكثر عن حساب المنصة نفسها، وهذا شيء إيجابي. وبالعكس نحن في دولة الإمارات حسب آخر مؤشرات كنا نحن أكثر دولة في العالم استخداما للتواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان. وهذا رقم طبعا كبير جدا يعني. صحيح. وهذا شيء طبعا إيجابي، ولكن التواصل الاجتماعي مثل حال أي شيء في الدنيا له جانبين. صحيح. جانب الإيجابي والجانب السلبي، السلبي لابد أن نحن نطلع عليه ونكون فاهمينه، وبالذات لمنو؟ بالذات للآباء والأمهات، لأن في بعض المنصات لا تصلح أبدا لدخول الأطفال فيها نهائيا. نعم. حتى لو كانت تضم كم هائل جدا من الأشياء المفيدة، لأن مثل ما تم ذكر قبل شوية في كثير من الفيديوهات موجودة، ولكن للأسف بين 3-4 فيديوهات يطلع لك فيديو سلبي جداً. ينسف كل اللي كان قبله، اللي قبل كل الفائدة اللي كانت قبله. نعم. وهذا شيء طبعا ملموس ومشاهد، وشكوى عالمية ليست فقط في دولة الإمارات وليست فقط في الدول العربية والإسلامية، لا، كل الكرة الأرضية متضايجة من هذا الشيء. ولكن هذا الشيء ما راح يتغير لأنه وسيلة رئيسية في جذب المشاهدين. وإذا هنا النقطة أنه كيفية التعامل الصحيح مع هذا الواقع، أصبح واقع لا يتجزأ من حياتنا، فكيف نتعامل معه بالطريقة الصحيحة؟ يعني ذكرنا شوي أستاذ أحمد قبل ما ننتقل للتعامل بأهم ربما المخاطر اللي بيواجهها الأطفال. يعني اليوم كمان في مواقع التواصل الاجتماعي نشهد تحديات خطيرة، أمور فيديوهات للبالغين يطلع عليها الأطفال وغيرها. يعني حدثنا شوي عن هذه الجزئية. طبعا المحتوى كثير، في محتويات سلبية، في محتويات تضر نفسيات الأبناء. يعني مثلا تحصل أنت فيديو طبيعي وفي نص الوقت يحطوا لك مثلا شيء رعب يخلي الطفل هذا، ولا شيء شفته بنفسي يعني. ومن بعض المناظر تكون يعني غير مسموح فيها أصلا، يعني مناظر مخلة للآداب وكذا، وهذا أصلا لا تصلح لا للبالغين ولا للأطفال. نعم. يعني بالك الأطفال يعني. ما هذا طبعا من باب أولى. والجانب الآخر أن هذه بعض الحسابات اللي موجودة تكون حسابات ملغومة أصلا، هذه عندها مثلا أجندة معينة، في رسائل تبغي تغرزها في الأطفال، في عندهم توجهات، في عندهم أمور كثيرة للأسف تساهم في ضرر هذا الطفل إذا كان متروك وغير متابعة. وهذا شيء أمر مهم جدا. مثل ما نحن ذكرنا
في منصات ما لا يمكن ابدا ان يدخلون فيها الاطفال. انا صراحه بقولها بدون هذا، مثلا مثلا يعني سناب شات، انا انصدمت ان شفت يعني يهال على 8 سنوات وعشر سنوات جالسين في السناب. عندهم تيك توك وتيك توك طبعا ادهى وادهى، لكن السناب يعني تحصلك مسجات، يطرشوا لك مسجات ويتواصلون وياك ويطرشوا لك اشياء يعني مخله، لانه هو اصلا برنامج لشيء ثاني اصلا. فللاسف هذا شيء خطير. انا ابدا ما اشجع اي عائله ان يكون ابنائها عندهم سناب والتيك توك، يعني لو كان فيه اشياء مفيده، لكن هذا لوحده عالم اخر، مو لكل الناس. صحيح، ومو طيب لكل الابناء. طيب هني هذه النقطه اللي يمكن تطرقت لها انت، ولكن اليوم لابد أن يكون هناك أو قد يكون هناك تطبيقات حديثة بأنها يعني تكون بإيد أولياء الأمور سواء كان الأب أو الأم. نعم. بحيث أنه ينتبه على نوعية الاستخدام اللي يستخدمه ابنه أو بنته بمثل طبعا الأعمار اللي ذكرت. أحيانا ترى شو بيستوي أحيانا ما أنا بتكلم بيسبوني اليهال، بيقولون هذا أحيانا بيخرب علينا السالفة كلها. المشكلة لمصلحتهم، بس هم ما يدرون. أحيانا ما يدرون، باكر هم بيكونون أخص عنه، باكر هم بيكونون أخص، لأن المجتمع مختلف راح يكون في صح أكيد. فالفكرة وين؟ الفكرة في تطبيقات تساعدك أنت أنك تشوف كل شيء يستوي بتليفونات العيال، كل شيء. صحيح. تشوف شو التطبيق اللي فتحه، كم ساعة قعد فيه، شو السيرش اللي سووه في التطبيق هذا، شو الأشياء اللي شافها. واحد من أقوى التطبيقات اللي موجودة، مش دعاية ولكن this is the fact، يعني أنه في تطبيق اسمه كيو ستوديو. كيو ستوديو ينزل على الأندرويد، على الآيفون، على الآيباد، على الويندوز، على الماك، كل شيء تتحكم فيه بتليفونك. واشتراكه وايد بسيط، ويعطيك 5 أشخاص تتحكم فيهم بغض النظر عن عدد الأجهزة اللي عندهم. كيف يتم التحكم لا بس كيف بالنشاط؟ كيف بس تنزل البرنامج هذا في الأجهزة وتنزل الرئيسي عندك أنت، وتتابع عقب من عندك، ويجيلك اشعار وتروم تحدد له مثلا الساعه 8 في الليل يبند عنه من الانترنت خلاص. اوكي، هاي اكبر مشكله اظني كل الاهالي يعانون منها. فالساعه 8 يبند النت، الساعه مثلا 4 العصر يرد يفتح. اذا كنا بقناه دبي قبل الساعه 4 كلنا نتريع عند التلفزيون نشوف الكرتون ونشوف عمر دعوق قبل هذا. نعم. فخلوهم الساعه 4 عشان يذكرون ايامنا نحن قبل. نعم. جميل جدا هذه التطبيقات. طبعا هذا واحد من الامثله، هذه واحد من الامثله. في فاميلي لينك، وفي من مايكروسوفت، في من كاسبرسكي، كلهم عندهم تطبيقات مماثله، لكن هذا تصدرهم ان حتى تروم مثلا داخل التطبيق تمنع اشياء معينه لهالمرحله. يعني تمنع المراسلات مثلا، تمنع الكومنتينج على اليوتيوب، تمنع اشياء معينه. نظام الدعايات هذه اللي تطلع فجاه، ترى هي هم مرات يستهدفون عن طريق الاعلانات. صح. اللي تكون سواء تحديدا في اليوتيوب. صحيح. يطلع اعلان يعني وكانهم يعرفون المستخدم طفل. صحيح. اليوتيوب له حلين، ما له حل ثالث، له حلين. الحل الاول وهو افضل حل انا اشوفه صراحه، انك تشترك فيه اشتراك فاميلي، يكون اشتراك الفاميلي ما يطلع لك ولا اعلان خلاص. اللي هو يوتيوب كيدز؟ لا، يوتيوب فاميلي. في يوتيوب كيدز هو اشتراك. انزين. زين، فتختار الفاميلي ليش؟ تضيف فيه ايميلات اليهال عندك في البيت كلهم، عندك لين 5 يطلعوا لك فري مع الباكج هذا. اوكي. زين، طبعا تكون حاسب بالفاميلي يعني. زين، فتضيفهم كلهم هذيله، كل اللي ضفتهم ما يطلع لهم اعلانات خلاص. سواء على التلفزيون، سواء على اللابتوب، على الايباد، whatever. زين، هذا افضل اوبشن. اوبشن ثاني شوي تقني، لازم ننزل برنامج على الراوتر وصدع راس شويه. هي هاي المشكله دوهن. استاذ احمد، هي هلا انت يعني لمست على الوتر الحساس، صدعه الراس. يعني بعض الاهالي، وانا بعرف من زملائنا يعني في فريق العمل، كنا عم نناقش موضوع وبيشتكوا انه يا اخي صدعه راس، وانا فاضي اني اتابع وانزل تطبيق واشوفه وانا في الشغل. يعني هل تعتقد انه هي مسؤوليه التطبيقات اليوم ولا مسؤوليه الاهل كذلك؟ لازم يكون في متابعه. شو رايك في هذا الموضوع؟ التطبيقات ما راح تتغير، التطبيقات مستمرة على نهجها، لأن هم عندهم أهم شيء الاستمرارية. صحيح. واحد من الأشياء اللي طلع جديد مثلا في السناب، طلع فجأة هذاك الأخضر قال لك أنا يتكلم وياك، يتكلم وناس عاد زاغة وقالوا أوه هكر دخل علي يتكلم. هذا لا هكر ولا شيء، هذا عبارة عن منظومة شابك على الشات جي بي تي بحيث أنه يسولف وياك. ليش ضايفين هذا؟ ليش ضايفين هذا؟ هذا على فكرة كلفهم فلوس. طافوه أساس تتم أنت في السناب فترة أطول.
تقعد شوف صار. مستعدين يسوون اي شيء انت المهم تتم على المنصه مالتي باي طريقه. فالفكره ان لما يقول لك انا صدعت راسهم وانا مو فاجئ تابع، هاي ترى يمثلك انت باكر. نعم. ولدك هذا بنتك هاي بتمثلك انت باكر، فما في شيء اسمه والله ما عندي وقت اتابع، لا لازم تتابع، في مسؤوليه، مسؤولية عند عليك خلاص. الشيء الثاني انت شو تسوي؟ مو لازم تتابع كل يوم، نحن في الاحصاء ناخذ سامبلينج، في السامبلينج شو نسوي؟ تشوف هالاسبوع هذا ها شو مسوي الولد طول الاسبوع، انزخه تعال ها انت سويت شيء سويت شيء وهده خلاص. فهو يعرف ان حد جالس يتابعه، بس اعطاه الاحساس، لا تجي كل يوم تدقق عليه، لا 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 لا، هذا مو باسلوب صح في الرعايه. صحيح. انت بس تعطيه ان انا ترى متابع، لازم بس لازم لازم في متابعه وانتبه، وتعرف بعد اللوكيشن ماله وين، يعني لا سمح الله طلع الولد راح مكان شيء ما تعرف وينه، يراويك اللوكيشن ماله. لازم الابناء يستشعرون بان وراهم حسيب ورقيب مثل ما يقولون. لا لازم تفهم ان لازم هذا صح ولا غلط، ولازم يفهم انه لازم يعرف مثل ما تفضلت الصح من الغلط. لازم يفهم ان في السوشيال ميديا ممكن واحد يطلع بحساب طفل مثله، او ان واحد معاه في الالعاب ويطلع واحد يعني ما بتعرفه كبير في السن وغيره مثلا عنده شيء يعني اشياء وهذا. فلا لازم نعرف ان اللي موجودين في السوشيال ميديا هذيلا ناس غير. انا والله يا استاذ احمد ما بعرف محمد، بعرف زميلي تزوج جديد وانا جديد، ان شاء الله الله يرزقك يا ربي ويرزقنا، بس انا صرت خايفه اجيب اطفال. لا 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 حالات هاي كثير. لا لا والله عادي لت بالعكس يعني استخدمي، صرنا نخاف كثير من القصص اللي عم نسمعها. وفي قصه يعني حبيت شاركها الان من حديث حضرتك، انه حتى في الصين يعني على موضوع انه الاهل يستطيعون تحكم بالوقت اللي طفلهم يشبك على الانترنت او يفصل على الانترنت، في الصين في تجربة كانت عندهم مناجحة يخلون الأطفال فقط ساعة على الإنترنت، استخدام ساعة فقط، لأنه أكثر من هيك يعتبرونه أنه هو أصبح مضر أو مضيع للوقت. فشو رأيك بهذه التجربة؟ ساعة يوميا فقط. والله ساعة زين، بس وين تروم احنا هذين ساعة؟ ولكن أنت قلت أنه في بعض التطبيقات أنت تحدد الساعة، هو نفس التطبيقات ولكن الصين أعتقد بطريقة تشريعية قانونية للبلد كامل. كأنه إذا تكلمنا الآن عن الأمور القانونية والتشريعية، مثل ما نعرف دولة الإمارات يعني دائما تضع في أولوياتها هي حماية الأطفال، وهي يمكن سباقة يمكن من خلال صحيح. هذه التشريعات بالنسبة للأطفال، قانون وديمة موجود بالضبط، قانون الجرائم الإلكترونية موجود نعم، وبالعكس قانون الجرائم الإلكترونية شاد جدا في المسائل هذه. أيوة هذه اللي نبغي نعرفها، ما يتحاول نهائيا في هذه المسائل. يعني طبعا نتكلم نحن عن البالغين، مبالغ بالأطفال يعني صحيح. مثلا نشر إشاعات، نشر أمور مخلة، نشر مثلا أمور الضر، اختراق لحساب أو محاولة اختراق حتى، نعم. الحاق الضرر بأي موقع، الحاق الضرر بأي حساب، هذه كلها تعتبر يعني تتكلم أنت عن 250 ألف وطالع الغرض. صحيح. تبتدي من 250 توصل لمليون درهم، يعني تشريعات صارمة جدا. وهذا الشيء صح ليش؟ لأن صارت العملية وايد سهلة، يدخل على اليوتيوب أنا بخرب الحساب هذا، ولا بسرق حساب هذاكي، ولا بسوي فوضى، بسوي مشكلة، بكتب كذي. شوف صح أن الإنترنت عبارة عن شبكة متداخلة وهذا، ولكن إذا أنت بتتم تسوي مشاكل الوصول لك وايد سهل. صحيح. يعني هذا خذها من الآخر يعني. صحيح. يعني لا تجرأ نفسك إنه لا أنا بجرب بسوي فوضى، ما حد بيزخني، بستخدم في بي ان. اذا استخدمت الفي بي ان العقوبه تتضاعف أكبر. اضعاف مضاعفه. نعم. يعني اذا استخدمت في بي ان اظن 50 واللي يستخدمون الفي بي ان عشان الاتصال يبى يتصل لها الفي بي ان يشغل الفي بي ان لا هذاك نو كومنت، هذا نو كومنت خليه خبير هذاك. لا انا اتكلم عن جرائم. صحيح. عن جرائم، عن استخدام سيء للامور هذه. طبعا في نقطه اخيره يمكن لازم، او يمكن بعد في مواضيع ثانيه، لكن في نقطة مهمة نبغى نقولها اللي هي الألعاب الإلكترونية. نعم. الألعاب الإلكترونية أمر إيجابي، أنا أشوف الألعاب الإلكترونية شيء مفيد جدا للأبناء. طبعا اللعبة لازم تكون صح. كيف؟ يعني يكون مفيد أو اللعبة صح؟ أنا دائما نتكلم نشوف إنه لا لها سلبيات وأضرار. لا لا أنت تتكلم أحيانا واحد تخلي لازم نتكلم نحن بكل أمانة. بالضبط صحيح. لا استاذ احمد دائما عنده افكار عصريه اوت اوف ذا بوكس، اوت اوف ذا بوكس جديده. بالعكس الالعاب الالكترونيه اولا تنمي الذكاء، الالعاب الالكترونيه تنمي الاستراتيجيه، الالعاب الالكترونيه
تقوي التخطيط، لان فيها تحديات، في تشالنجز وفي مراحل. يتعلم ان في كل شيء في الدنيا له مرحله، ويتعلم مثلا ان في تروفيز لازم يطلعها، ولازم يجتهد على نفسه، لازم يقوي اللاعب ماله ويطور ويسوي، فياس دخله في مراحل واشياء يستفيد منها. طبعا انا دائما، وهي بعد مو بدعايه ولكن هذا يعني شيء اللي عن تجربه، دائما اشجع ان الاهالي ياخذوا لهم اجهزه من شركه نينتندو. يعني الالعاب اللي فيها العاب جميله للاطفال، تنمي وفيها تحديات وبسيطه واشياء خفيفه وايد حلوه. يعني مش اي لعبه انت لا تقصد؟ هذا اهم شيء. ايه. مو باي لعبه، في العاب اللي هو كل حد داش في الثاني، يعني يلعبون اونلاين ما اونلاين، هذا هاي من المواضيع. هاي من المواضيع اتوقع بما انك انت يعني تناصر الالعاب، فأتوقع يبالنا موضوع خاص يكون بالنسبة لموضوع الألعاب. للحديث بقية عن الألعاب الإلكترونية. تبي كونتينيود. ونحن للأسف داهمنا الوقت بهذا الحديث الشيق صراحة معك أستاذ أحمد الزرعوني. يعني وبدنا نتحدث إن شاء الله لاحقا عن، أوكي حكينا عن دور الأهل ربما، بس هل هناك مسؤولية اليوم على عاتق الشركات التكنولوجية كمان لوضع ضوابط أكثر صرامة؟ إن شاء الله للحديث بقية معك بإذن الله السيد أحمد الزرعوني الخبير التقني. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيد أحمد.